طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Right now we're gonna start lectures 9 and 10. الحمد لله. And وجهة نظري towards the biology كأنه إسلامك، يعني تفتكرون السلم أول ترم. Like actually شفت like many people writing إنه biology كأنه إسلامك. Biology is actually كأنه إسلامك شوية، تمام؟ But like still it doesn't make up to how bad the Islamic was. يعني لا، يعني مو bad، يعني أنا ما ذكرت. المهم we complete اللي هو and we're gonna talk about اللي هو عن the endo membrane system في lectures number 9 and 10، تمام؟ فاللي هو عندنا ال endo membrane system كأن أخذنا كم introduction عنه، كم يعني introduction الأشياء اللي عنده في البداية، بس الحين we're gonna go اللي هو عن deep. So هذا the endo membrane system is gonna regulate the protein traffic and it's gonna perform metabolic functions، تمام؟ إيش يعني؟ إنه راح اللي هو عن the endo membrane system راح يكون كمان اللي هو يعني يساعدنا في أننا نسوي هذه the protein traffic، وكمان اللي هو عندنا the metabolic functions الثانية. The protein traffic إيش يعني؟ من صنعها، synthesizingها، نغيرها وشيء زي كذا. So the endo membrane system consists of a nuclear envelope نعرفه، consists of an endoplasmic reticulum الحين بنشوفه، consists of a Golgi apparatus، it consists of lysosomes، consists of vacuoles، it consists of plasma membrane. هذه كلها راح يكونون اللي هو عن part of the endo membrane system، تمام؟ And the components are either the components حقت the endo membrane system are either continuous or connected via transfer by vesicles، تمام؟ فهذه الكومبوننتس يا انهم يكونوا متصلين مع بعض either continuous او متصلين مره directly، ويكونوا انهم اللي هو عنا راح يكونوا متصلين مع بعض via transport اللي هو عنا حق via transport اللي هو عنا by اللي هو عنا vesicles، تمام؟ تمام. الحين نتكلم عن الاندوبلازميك ريتيكولم اللي هو الاندوبلازميك ريتيكولم اللي هو بايوسينثيتيك فاكتوري. ايش يعني الاندوبلازميك ريتيكولم؟ احنا النيوكليير انفلوب نعرفها، تمام؟ من بدايه قد درسناها. الحين نتكلم عن الاندوبلازميك. الاندوبلازميك ريتيكولم كمان مصنوع انه AR، تمام؟ accounts for more than half of the total membrane in many eukaryotic cells. So more than half of the total membrane. ممكن هذا طرح سؤال. It accounts for more than half of the total membrane in many eukaryotic cells. هذا ال ER membrane is continuous with the nuclear envelope. يعني no vesicles. يعني ملصقين مع بعض. تمام؟ So it's continuous with what? With the nuclear envelope. And there are two distinct regions of the ER. عندي يا smooth ER يا rough ER. تمام؟ and the smooth ER ما في له رايبوزوم، يعني ما راح يصير في له تصنيع البروتين هناك. لكن الرف ER عنده اللي هو عن الرايبوزوم متلصق عليه، فراح يكون اللي هو عن ER، فراح يكون عندي ايش؟ بروتين هناك. ايش هو الرايبوزوم؟ شوفوا هنا هذا الاندوبلازميك ريتيكولم، هذه هي كل الاندوبلازميك ريتيكولم. نقدر نشوف انه في جزء الاندوبلازميك ريتيكولم ملصق عليه رايبوزومز، فهذا ملصق عليه بيكون اللي هو عن الرف اي ار. لكن نقدر نشوف انه جزء من الاندوبلازميك ريتيكولم ما هو ملصق عليه شيء، فهذا راح يكون اللي هو سموث اي ار. وشوفوا هم متصلين بالنيوكليير انفلوب، فما بينهم فيسيكلز، يعني ما بينهم ترانسبورت فيسيكل، هم كلهم ملصقين مع النيوكليير انفلوب. تمام؟ تمام. بعدها اللي هو عندنا نكمل، قال لنا انه في خصائص للرف اي ار وفانكشنز وخصائص لهذه السموث اي ار. الرف اي ار قلنا انه متلصق عليه الرايبوزومز، فايش راح يكون عندنا اللي هو عن البروتينات راح يكون تتصنع هناك. فهاز باوند رايبوزومز ويتش سيكريت جلايكوبروتينز، يعني هذه الرايبوزومز راح تدينا البروتين السكري، تمام؟ يعني بروتين مع كربوهيدرات، تمام؟ يعني هذا اول شيء انه باوند رايبوزومز، وهذه بتدينا البروتين السكري اللي هو بروتين مع كربوهيدرات. ثانيا it's gonna distribute the transport vesicles، يعني secretory proteins surrounded by the membranes، يعني راح يدينا ايه؟ راح يديني transport vesicles، وراح نشوف اللي هو انا بعدين كيف يديني اياها، تمام؟ بعدين رقم ثلاثه اللي هو انا it's the protein and membrane factory for the cell، يعني البروتين هناك يتصنع كمان، تمام؟ فهذا الاي ER عنده رايبوزوم متلصق معاه، عنده اللي هو عن distribute transport vesicles، وكمان اللي هو عندنا البروتين يتصنع فيه، تمام؟ ليه يتصنع فيه؟ عشان عنده رايبوزومز متلصق عليه، تمام؟ هذا في الرف. السموث اي ار سينثسايزز ليبيدز، تمام؟ عشان ما عنده بروتين، ما في له ما عنده رايبوزوم متلصق فيه، فما البروتين ما راح ياخذ شكل، فعنده سينثسايز الليبيد، يعني يسوي لي ليبيد. ديتوكسيفايز دراجز اند بويزنز، يساعد اني اتخلص من البويزنز والسموم في جسمي. ستورز الكالسيوم ايونز، تمام؟ ان ميتابولايزز اللي هو عن الكربوهيدرات، تمام؟ بس ما شفنا ولا بريزنس للبروتين، ليه؟ عشان ما الرايبوزومز ما هم متلصقه معاه. طيب بعدين اللي هو عن بعد ما اللي هو عن الرف اي ار، بعد ما انا بعد ما بعد الرف اي ار، تمام؟ بعد ما خليني اشرح لكم مصحينا، بعد ما كانه الرايبوزومز والبروتينز وكذا كل شيء يتصنع، المهم راح من الرايبوزوم من الاندوبلازميك ريتيكولم هذه راح يطلع لي فيسيكل،
تمام. هذه البسيكل اسمها ترانسبورت بسيكل، تمام. هذه البسيكل هي ترانسبورت بسيكل. هذه الترانسبورت بسيكل راح تمشي وراح تمشي وتلتقي مع شكل ثاني اسمه ايه، الجولجي ابيرتس اللي هم نتكلم. هذا هو الجولجي ابيرتس، تمام. يعني نشوف الترانسبورت بسيكل طلعت لي من هنا، تمام. بعدين وفيها بروتينات طبعا، بعد ما طلعت لي وهي فيها بروتينات راح تمسك مع الجولجي ابيرتس، راح تمسك مع الجولجي ابيرتس من الجهه اللي البسيكل بعد ما يطلع من الاندوبلازمك كورتيكولوم يدخل معايا للجولجي ابيرتس، الجهه اللي يدخل معاها بيكون السيس جولجي ابيرتس، تمام. في الجولجي ابيرتس ايش بيصير؟ راح يكون اللي هو عندنا الجولجي ابيرتس اول شيء راح يستقبل هذا الفيزيكال من السيس فيس. بعد ما يستقبل هذا الفيزيكلز راح اللي هو عندنا يغير البرودكت حقه الاي ار، يعني راح يغير الشوجر، يغير يعني يسوي تشينج موديفايز البرودكت حق الشوجر. بعدين اتس غانا مانيفاكتشر سيرتن ماكرو مولكيولز، يعني راح يبدا يصنعني سيرتن ماكرو مولكيولز، يصنعني بولي ساكرايدز زي كذا. بعد ما يبدا يعني يغير بعدين يصنع لي ماكرو مولكيولز، ممكن بولي ساكرايد يعني كربوهيدرات and everything. بعدين اللي هو عندنا is gonna sort and package the material into transport vesicle. بعدين راح يطلعها، راح يطلع هذه الماتيريالز كلها من الجولجي ابيرتس، راح يطلعها مرة ثانية بس من الترانس فيس، راح يطلعها في transport vesicle. شوفوا هنا بعد ما خلصت وسوت كل شيء manufacturing والمادفة، يطلعها في transport vesicle من جهة الترانس فيس، وراح بعدين يشحنها يسوي لها shipping، تمام. تمام. فأول شيء receive modify manufacture sort and package ship، receive من السيس سبيس حق الجولجي ابيرتس ويرسل من الترانس فيس، واللي هو عن الجولجي ابيرتس consist of flattened membrane sac called cristinae، تمام. هذه هي المطبقة على بعض اسمها ايه، اسمها cristinae، تمام. تمام. يعني شوفوا بعدين هنا صار يقول لنا انه كيف هذا البروتين، يعني كيف كل شيء يجي، كيف ايش هذا كل هذا اللي قلتي كيف يصير. احنا عندنا اول شيء ما قلنا الدي ان اي بيكون، بعدين الام ار ان اي، بعدين الام ار ان اي بتطلع من النيوكلير نيوكلير كذا بورز، تمام. بعد ما تطلع اللي هو عندنا راح تبدا اللي هو عندنا تتلصق مع الرايبوزوم، بعدين هذا الرايبوزوم مو راح يحاول يديني بروتين وامينو اسيد وكذا كل شيء، وكمان اللي هو عندنا راح ياخذ كمان بارت في الرف اندوبلازما كارتيكولوم، راح كمان يساعدني في اني انا اصنع اللي هو عندنا هذا الامينو اسيد من الرايبوزومز اللي متلصقه عليها. بعدين قلنا انه راح ينكمش ويبدا يطلع لي فيسيكلز، تمام. راح يبدا يطلع لي فيسيكلز اللي هو عندنا فيها بروتينز والامينو اسيدز، تمام. هذه الفيسيكلز لما بعد ما يطلع لي اياها راح it's gonna bind to a cis Golgi apparatus، تمام. it's gonna bind هنا الموديفيكيشن وبيغير شكلها وبنغير الشيب حقها والشكل حقها هنا جوا. بعد ما نغير ونخلص راح تبدا تنكمش من الجولجي ابيرتس، تمام، على شكل بيسيكلز، صح، من الترانس فيس. هذه لما تنكمش يا انها تروح مع اللايسوسوم وتهضمها again اللايسوسوم، او يا انها تروح مع البلازما ممبرين وتصير سكريتوري بروتين. يعني ايه سكريتوري؟ يعني سكريتوري بروتين لما تصير مع البلازما ممبرين، تمام. بعدين وفي البلازما ممبرين هذا بيصير عندي يا اكزوسايتوسيس مع الترانسبورت فيسيكلز، هذا في البلازما ممبرين، يا يصير عندي اكزوسايتوسيس يا اندوسايتوسيس، وهذا كله قلنا ايه بلك ترانسبورت. الاكزوسايتوسيس عنده اللي هو عنده تو مين باثويز، من اسمه اكزو من انسايد لبرا اكزو، فيا يكون الاندوبلازميك كريتيكولوم من الجولجي ابيرتس للبلازما ممبرين ويكون سكريتوري بروتين، تمام، او يا يروح من الاي ار للجولجي ابيرتس لللايسوسوم، هذا اكزو. فشوفوا من اي ار لجولجي لللايسوسوم اكزو، من اي ار من هنا خلينا نحط من لون، من اللي هو عندنا اي ار لجولجي للايسوسوم هذا اكسو، او من اللي هو عندنا اي ار لجولجي اللي هو عندنا بلازما ممبرين هذا اسمه اكسو، وبيكون هذا سكريتوري بروتين. طيب الاندو، الاندو انه يدخل جوا فروم اوتسايد يدخل انسايد، فايش العكس؟ العكس البروسيس، راح يروح من البلازما ممبرين، بعدين هذه البلازما ممبرين راح تصير كانها اندوسوم، بعدين اللي هو عندنا راح اتجن فيوز ود اللايسوسوم. كيف يعني ايش اقصد؟ يعني اول شيء هذا بتكون هذا مثلا الشيء، هذا الشيء اللي عندنا وهذا هو البلازما ممبرين، تمام. راح البلازما ممبرين يسوي اندوسوم، ايش يعني؟ يعني يسوي كانه يعني يغير الشكل حق البلازما ممبرين بحيث انه يقدر يلتهم هذه، تمام. بعدين ايش بيصير؟ يلتهمها وبيسوي حوالينها زي السيركل، تمام. بعدين هذا السيركل ايش راح تصير بعد ما تكون هنا عندنا، تمام، واحنا دخلناها زي كذا وابتلعناها، ابتلعها، تمام، راح اللي هو عنا يخليها مع اللايسوسوم ويهضمها،
تمام. فالذا ممبرين ويل ميك سودوبوديوم، بعدين بناخذه بعدين اتس جونا بوت ات انتو ان اندوسوم اللي هو كانه يسوي سودوبوديوم يعني رجل كذابه تمام، عشان ياخذ الهذي بعدين يحاوطها يحليها في فود فاكيول، بعدين اللايسوسوم از جونا بريك ات داون، هذا في الاندوسايتوسيس تمام. بعدين اللي هو انا لما انا استعمل اللي هو انا الاي ار لجولجي للبلازما ممبرين او من اي ار لجولجي للايسوسوم، يعني لما اروح اللي هو الاكزو هذه كلها راح استعملها بايه، البارتيكلز ما تروح لحالها، لا انا راح استعمل بس ترانسبورت فيسيكلز تمام، يعني البارتيكلز ما تطفو كذا لحالها من هذه تعرف تروح هنا تعرف تروح هنا، لا يمشون على باثوي معين تمام، هذا الباثويز المعين اسمها ترانسبورت فيسيكلز تمام. بعدين هنا قال لي شوف هنا الاي ار تمام، هنا الاي ار عندنا بروتين وجلايكو ترانس ممبرين اللي هو عندنا جلايكوبروتينز تمام، بعدين هنا الحاله سكريتوري بروتين، بعدين اللي هو عندنا راح ينكمش وراح يصير اللي هو عندنا ترانس ممبرين اللي هو عندنا جلايكوبروتين، بعدين هذه راح اتكن جوين مع الجولجي ابيرتس تمام، بعدين اللي هو عندنا ذير غانا بي مانيفاكتشرز، شوفوا هنا هذا شكلها كيف كان هنا، بعدين مثلا هذا شكلها كيف كان هنا تغيرت وموديفايد زي كذا، بعدين اللي هو عندنا اطلقنا صراحه هم اللي هو عندنا مره ثانيه، وبعدين اللي هو عندنا صاروا فيوزد وذ بلازما اللي هو عندنا ممبرين تمام. يعني شوفوا هنا في الاي اول شيء الكربوهيدرات ار ادد تو بروتينز تمام، فاول شيء كربوهيدرات ار غانا بي ادد تو اي ذا كربوهيدرات ار غانا بي ادد تو ذا بروتينز، بعدين نمبر 2 ذا جولجي ابيرتس اللي هو عندنا ذا كربوهيدرات موديفيكيشن اند ليبيدز اكواير كربوهيدرات بيكامينج جلايكوليبيد، شوفوا هنا عندنا الليبيدز تمام، هنا عندنا تغيرت اشكال صار عندنا اشكال هنا متغيره تمام، في هنا في الجولجي ابيرتس هذا ستيب نمبر 2 صار عندنا اللي هو عندنا modification تمام. بعدين عندنا في step number 3 ال glycoprotein and secretory proteins are transported into vesicle to the plasma membrane، يعني هنا صار ايش صار عندي هنا صار عندي هنا ال secretory protein شوفوا، بعدين صار عندي اللي هو عندنا glycolipid، بعدين صار عندي اللي هو عندنا glycoprotein تمام، بعدين صار عندي glycoprotein، هذه كلها ايه هذه كلها they're gonna be اللي هو عندنا transported للplasma membrane، اوديهم للplasma membrane، بعد ما اوديهم للtrans plasma membrane هذا يعني قاعد اوديهم برا في exocytosis تمام، for fusion and exocytosis of the and the carbohydrate portions of the trans membrane are positions from the outside، يعني شوفوا خلاص طلعتها فهم they're gonna be بطلعهم خلاص، شوفوا هنا البروتين هنا secreted وهنا عندنا lipids وهنا عندنا glycoprotein تمام، فهذه كلها بنطلعها برا، فهذا اللي هو عندنا البروسيس عندنا تمام تمام. بعدين هنا قال لك اللي هو عنا فيديو تقدرون تشوفونه زي كذا، بس احنا نكمل بعدين احنا نتكلم عن البلك ترانسبورت وكذا صح، طب خلينا نكمل نتكلم عنه. So the bulk transport across the plasma membrane occurs by the exocytosis endocytosis زي ما قلنا انه small molecules ما في، بس البلك ترانسبورت للارج مولكيول تمام، يعني زي البوليساكورايدز وبروتينز across the membrane they transfer اللي هو عنا across the membrane and they cross the membrane في bulk transportation. الاكزوسايتوسيس زي ما قلنا اللي هو transport vesicles migrate to the membrane fuse with it and they release the components outside of the cell، يعني يروحون بايه يروحون برا السل تمام. بعدين اللي هو عنا يعني ايش كان secretory cell use exocytosis to export their products تمام، يعني مثلا البنكرياس cells in the pancreas secrete insulin by exocytosis، الانسولين يطلع برا باستعمال process of exocytosis، فهذه الاكزوسايتوسيس. والاكزوسايتوسيس يمشي على مسار معين، يعني مو صح انت قلت لكم ما يمشون اللي هو عنا كذا على كيفهم، لا يمشون على مسار معين، يمشون على اي مسار معين في ترانسبورت فيسيكل وعلى مسار معين، يعني ما يقدرون يروحون كذا لا لازم يمشون على مسار معين، وهذا المسار المعين هو المايكروتيوبل تمام، هذا في الاكزوسايتوسيس. في الاندوسايتوسيس تمام انا اخذهم يعني زي ما شرحت لكم هنا، اول شيء هذا الممبرين they form a pocket and pinches and they form a pocket عشان هذا تدخل، بعدين forming a physical around the material forming a physical around the material transport، يعني شوفوا هنا سوى زي السودوبوديوم قدم كذابه عشان ياخذها ان اللي هو عنا and uses the material. And there is three types of endocytosis، يا يكون عندي phagocytosis يا يكون عندي pinocytosis او يا يكون عندي receptor mediated endocytosis. الphagocytosis زي ما تتذكرون ابتلاع اجسام الصلبه، الpinocytosis لما امتص السوائل الخارجيه، وبعدين عندنا receptor mediated بنشوفها الحين تمام. في الفاجوسايتوسيس السل will engulf the particle by extending a pseudopodia around it and packing it with the membranous sac called food vacuole or food vacuole ايش اسمه اندوسوم. هنا مثلا شوفوا جاتني هنا تمام، انا I'm gonna change the shape واسوي pseudopodium زي كان القدم الكذابة عشان اكمش واخذها عندي في food vacuole تمام، شوفوا هنا صار عندي food vacuole، هذا هو في الفاجوسايتوسيس تمام. And the phagocytosis هذه بعدين راح تلتحم مع اللايسوسوم عشان اللي هو عنا تكسر
تمام؟ زي مثلا كرات الدم البيضاء لما اللي هو عنا يقبضون عن البكتيريا، تمام؟ هذا هو عندنا في الفاجوسايتوسيس، تمام؟ هنا ورانا بشكل. بعدين البينوسايتوسيس molecules are taken when the extracellular fluid is gulped into tiny vesicles، تمام؟ يعني انا الفلويد حقتي is gulped، يعني شوفوا عندي الفلويد حقتي، شوفوا كلها تيجي 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 كذا كذا، كل السوليوت ما افصلهم ولا شيء، هذا تيجي بعدين هذا تيجي وتصير في كوتد اللي هو عنا vesicle. كيف يعني كوتد فيسيكل؟ يعني الحين نشوف، تمام؟ يعني مين بقلت and the pinocytosis is not specific، يعني كلها تدخل and all solutes are taken and parts of the plasma membrane form vesicles lined on the inner side with coat protein forming coated vesicles، تمام؟ يعني هذه الفيسيكلز فيها ايه؟ فيها coated protein، تمام؟ هذه الفيسيكلز هي coated protein، يعني الفيسيكل تصير surrounded by a coated protein وتصير اسمها coated vesicle، تمام؟ وشفتوا هنا يدخل كل شيء ما يهتم بالسوليوت ولا شيء، تمام؟ بعدين قال لنا receptor mediated endocytosis binding of ligands to receptors triggers the vesicle formation. إيش هو الليجند؟ is any molecule that binds specifically to a receptor site. يعني إيش أسوي؟ يعني لما اللي هو عنا لما الليجند هذه اللي هو عنا الشيء اللي عنده مستقبل خاص، المولكيول اللي لازم عنده مستقبل خاص اللي هو عنا تلتصق مع اللي هو عنا receptor عشان تسوي لنا vesicles، تمام؟ تسوي لنا vesicles كذا صغيرة، تمام؟ مثلا human cells use receptor mediated endocytosis to take in cholesterol which is carried in particles called low density lipoproteins. low density ما هو كويس، صح؟ فاللي هو عنا انا استعمل عشان اسوي to take in cholesterol. لما ال individuals يكون اللي هو عنا hypercholesterolemia، تمام، have missing or defective LDL receptor protein، يعني لما يكون عندي hypercholesterolemia يعني ما عندي بروتين، ما عندي LDL receptor، ما عندي هذا، ما عندي بروتين. فلما انا ما يكون عندي، تمام، انا ما اقدر I take in the cholesterol، so the cholesterol راح يتكتل عندي في الدم، تمام؟ so building up building up building up وبعدين يصغر لي الشرايين اللي انا تمشي فيها الدم عندي، ممكن يديني heart damage or stroke. يعني الهيومنز انا استعمل هذا الريسبتور ميديتد انسايتوسيس عشان اخذ الكوليسترول، تمام؟ طب انا اذا ما كان اذا كان عندي اللي هو انا missing LDL، تمام، الكوليسترول عندي راح يتكتل في الدم وراح اللي هو انا يديني potential اللي هو انا heart stroke، تمام؟ بعدين هنا there is a question if you guys sorry there is a question هنا خلينا نحل قبل ما نشوف الانسر. which part of the cell is most crucial for getting the membrane proteins to their proper location، تمام؟ اللي هو قال لك الممبرين بروتين، البلازما ممبرين لا طبعا عشانه مره بعيد، الميتوكوندريوم لا طبعا عشانه باور هاوس اوف ذا سيل ما له دخل، الكلوروبلاست لا طبعا يعني اتس لايك ما هو بس ريكوايرد فور ذا سينثيسيس، الجولجي ابيرتس يس تمام اكيد اوف كورس، تمام، اللايسوسوم لا اللايسوسوم هو اصلا يكسر البروتين، كيف انا اتوقع ان اللايسوسوم اللي هو يبليني البروتين، تمام؟ فهو اللي هو عنا جولجي ابيرتس زي ما كان. الحمد لله we finished اللي هو عن biology for the midterm. There is any questions feel free to text me via telegram، إن شاء الله ما حقصر معاكم، it's gonna be easy. كمان حاولوا إنكم تأخذون كم لفة على الكتاب حتى لو الصور أو أي شيء، وإن شاء الله اللي هو عن everything is gonna be good. توكلوا على الله وبالتوفيق لكم كلكم.